السلام عليكم خوتي وخواتاتي، ومرحبا بكم في وصفات رشيدة العمري. اليوم البنات غادي نوريكم ضيوف القناة، وان شاء الله نتمنى يعني تشوفوا هاد القنوات هادو، لان الصراحة قنوات غزالة كتستحق الدعم وكتستحق ان شاء الله توصل حتى هي، وما واخداش حقها يعني لا في مشاهدات ولا في يعني في دعم. نتمنى خوتي اللي شاهد شي قناة من هاد القنوات ان شاء الله نتمنى تزوروهم وتفرحوهم وتخليو لهم واحد الاشتراك ولايك وتعليق، وان شاء الله تفرحوهم. الله يسهل عليكم، نخليكم تكتشفوا هذه القنوات. ما تنسوش تدعموا اللايك وما تنسوش تجير في القناة باش يوصلكم كل جديد.
المهم اخوتي هادو هما القنوات الضيوف ديالي، نتمنى اخوتي تفرحوهم ونتمنى يعني تشاهدوا تشوفوا ليهم فيديوهات ديالهم، لان الصراحه قنوات تستحق المشاهده والمتابعه. كل واحد الاختصاص ديالو، كاين الطبخ كاين التعليم كاين بزاف ديال الحوايج، والصراحه كاين بعض القنوات اللي ما واخدينش حقهم وكيستاهلوا يوصلوا، وماشي بحال هاد الشيء اللي واصل دابا، التفاهات والخوال خاوي والمسخ والمنكر. اما المعقول ما كيبغي حد، لهذا كنتمنى من كل واحد يعني شاهد هاد القنوات فرحوهم دعموهم، لان كيستحقوا الدعم وكيستحقوا حتى هما يوصلوا. القنوات ديالهم هادفه، القنوات ديالهم ممتازه، ما واخدينش حقهم في كل شيء. نتمنى اخوتي نديروا يد في يد باش نوصلوا، لان هدفنا واحد، نطلعوا بقنواتنا ونكونوا نكونوا في يعني في الصفوف الاولى. وان شاء الله حتى هاد القنوات نتمنى لهم الخير، ونتمنى ان شاء الله ربي يوفقهم لهداك الشيء اللي كيتمنوه، لان الصراحه يستحقوا اكثر اكثر من تشجيع. محتوى هادف، محتوى ممتاز، وان شاء الله اخوتي تفرحوهم. الله يسهل عليكم، ونتمنى لكم تنتم الخير، ونتمنى اي واحد بغى شي حاجه الله يوفقه في المسار ديالهم، لان كاين بنات هنا معنا النيت محتاجين وباغين الدعم ديالكم، هذا هو الغرض. ونتمنى لكم التوفيق، والله يسهل علينا وعليكم، والله يسر امورنا واموركم، ونتمنى لكم غير الخير. المهم هذا هو الطلب ديالي. نتمنى من اي مشاركين اللي معايا حتى هما يفرحوا هاد الناس. الله يسهل عليكم، ونتمنى لكم مسيره موفقه، وكنتمنى لهاد القنوات ان شاء الله الاستمراريه والازدهار. الله يسهل عليهم وبالتوفيق ليهم، وكنتمنى لكم يعني توفيق في حياتكم مع وليداتكم مع اعز الناس. تبقوا على خير، ما تنساوش الدعم واللايك، ومرحبا بكم.